صباح الخير، صباح النور، كيف بالنسبه بألف صحة وسعادة. حلقة جديدة أول وصفة أمضى بها هي المشني خاطئ مركز الفورة تجمع الكون فبالنسبة للوصفة عندي كيلو من الدقيق الأبيض، من الأحسن أننا نستعمل دقيق خاص بالحلويات، 300 غرام من الزبدة الحيوانية المذوبة تكون نوعية جيدة، كنستعمل يا إما نيوزيلاند يا إما بدوية. بالنسبة للحليب فحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش بارد وما يكونش دافي. استعملت منه 250 ملل، 40 ملل من الخل، 40 ملل من ماء الزهر، 40 ملل من الزيت النباتية، قبصة من الملح، نصف دامة ديال الزعفران الحر اللي بالمذاق ديال الزعفران الحر، أو إذا ما بغيتوش تقدروا تستعملوا شوية ديال الزعفران الحر اللي غادي ترطبوه أكيد في المزهر. غادي نضيف ملعقة صغيرة مملوءة من القرفة، ملعقة صغيرة مملوءة من نافع البلدي، من الأحسن يكون بلدي، كيس من سكر الفانيليا وكيس من خميرة ديال الحلويات من فئة 7 غرام أو 8 غرام ماشي مشكل. المقادير مكتوبة بالجرام وبكأس العنبة، راه دائما كنعطي بكأس العنبة، راه مكتوبين في صندوق الوصف. صندوق الوصف هو السهم الصغير اللي كيكون أمام العنوان، غير كتضغطوا عليه كيخرج لكم، راه هي لاباغ دانفو بالنسبة للناس اللي ما عارفاش. غادي نخلط هنايا المكونات السائلة هي الأولى، وعاد غادي نضيف لها الطحين. بالنسبة لي أنا عندي المكونات مضبوطين فما تخافوش غير ضيفهم كامل مرة واحدة. إذا احتاجنا من بعد واحد المعلقة أو زوج ديال الماء الزهر أو الحليب راه غادي نضيفهم. ما ضفتش من الاول وفي الاخير باش ما تطيرش كنحطها في الوسط كنغربلها حتى هي، لان كيكونوا فيها حبيبات صغار ديال الماء الزهر غير بالنسبه لدوك الفريتات الصغار اللي كيبقاو لاصقين في الجناب ديالهم. اذا تقريبا من 250 ملل حتى 270 ملل كتبداو ب 250، ومن بعد كيف ما قلت لكم كتحطوا واحد جوج معالقات ديال الماء الزهر حداكم. اذا بقى لكم شي جيشي هكذا ناشفه فيها فريتات صغار كتزيدوها فيها. بالنسبه للطريقه ديالي فانا ما كنطويهاش على ثلاثه، اي ما كنطلقش كل جوج ونطوي على ثلاثه غير في البوشنيخه، كنحس ان القوام ديالها كيجي افضل ملي كنستعملوها لمده ديال ساعتين في الثلاجه. ملي كيكونوا باردين كيساعدوهم في الخدمه، ملي كيبردوا كنخرجهم ما كنخليهمش في الثلاجه مده كبيره او كنبقى ناخذ بوحده بوحده، لان من بعد اذا جمدوا بزاف غداو تلقوهم كيبداو كيتشققوا لكم من الجناب. صافي كناخذ كل وحده بحال هكذا وكنطلقها جينا تكون مقاده من الجناب. ملي ما كتكونش مقاده هي فين كيجيوكم هذوك الطريفات الصغارين اللي ما كيصلحوش اننا نقادوهم على العجينه من بعد. فالسر في هذه البوشنيخه انكم ما تطلقوهاش رقيقه نهائيا، كتطلقوها غليظه، كتطلقوها متوسطه. ملي تيكونوا هذوك الخيوط رقاق بزاف كيجيو معودين. انا الماكينه هنا رقبتها، وقفت معي السيده اللي كتساعدني باش قدرت نقبضها لكم، ماشي ما كتوقفلياش في الوسط، لان كاين بزاف ديال الناس اللي يسولوني كيفاش كدير الماكينه تقبض لك في الوسط ديال الرخامه. من بعد صافي كناخذ بحال هكذا هذوك الخويطات اللي كيبانوا ليا كبار كنزيدهم، اللي كيبانوا ليا صغار زولتهم، اصلا ما بقاش بزاف اللي صغار لان العجينه كانت مقاده من الاول. بالنسبة للطول ديال العجينة فأيا كان، ولكن بالنسبة للعرض فتقريبا أقل شوية من العرض ديال الماكينة هو اللي كيعطيكم واحد البوشنيخة اللي كتجي كبيبرة شي شوية وكتجي زوينة وكتذوب في الفم. إذا جات رقيقة ما كتجيش زوينة، وبالنسبة لهذاك الخيوط حتى هما إذا جاوا رقاق فكذلك ما كيجيوش زوينين، كيجيو معودين. فهذه هي السر ديالها، وأنها ما خاصهاش تكون رقيقة بزاف. من بعد كنقرص بحال هكذا كتشوفوا الحجم اللي بغيتوا، حاولوا ما تضيعوش بزاف وصافي. كنقرصها وكنعاود نقرصها مرة أخرى حتى كنتاكد انهم متلاصقين مع بعضياتهم. من بعد كنقطع في الوسط كيف ما كتشوفوا، كنجي وكنقطع في الوسط سكين يكون حاد. بالنسبه للتشكيل فكناخذ كل حبه، اذا شفتوا ان شي خيط هربان زولوه، وكنزيد بحال دابا هكذا كنبدا كنرقق بحال كنصايب شي بونبون، كنرقق الجناب باش ما يجيونيش غلط بزاف، وكندير بحال هكذا. ما تحاولوش تيريو نهائيا، كاين بزاف ديال الناس كتاخذ الحبه ديال البوشنيخه وكتجبدها باش كيرقاقوا هذوك الخيوط. حنا ملي كيرقاقوا هذوك الخيوط هي فين كيعطيونا البوشنيخه كتجي معوده، فضروري اننا نخليو الخيوط غلاضين بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. غير كنقص الجناب كنشكلهم على شكل واحد البونبون، اكيد حتى اللي من التحت راه من بعد غنقص